مرحبا يا شباب، انا اليوم بسلعاتا عند الشط الصخري. هذا هون هذا الشط بيشيل عليه سراغيس وبيشيل عليه بشوكو. كان في سياد هون الصبح، على انا جيت مأخر شوي، كان في سياد شايل شوية بشوكي. هون في بقايا لشوية سمك، انا كنت عم صيد المليقة، طلع الشمالي ووقف اكل المليقة واجه سمكة النفاخ، شفتوها بالفيديو الماضي، هاترككم الرابط تبعه هون بكعب الشاشة.